بالتزامن مع تسريب مقاطع الفيديو التي تظهر جرائم نظام الملالي في سجن إيفين، تم عقد المؤتمر بحضور زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي وألف سجين سياسي سابق وخبراء حقوق الإنسان البارزين وشخصيات الدولية السياسية الذين شاركوا من 2000 نقطة من أنحاء العالم ومن داخل إيران، وطلبوا بمحاكمة إبراهيم رئيسي عضوا في لجنة الموت ورئيس النظام الإيراني. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف تفاصيل هذه القضية الواضحة للجريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا والدور الذي لعبته قيادات النظام ومنهم إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي الذي كان عضوا في لجنة الموت في طهران التي أمرت بإعدام سجناء في سجني إيفين وجوهر دشت، ولم يجري قد تحقيق مستقل للأمم المتحدة في هذه الجريمة ضد الإنسانية. شاركت وتحدثت في المؤتمر شخصيات من المقاومة الإيرانية وشخصيات دولية مدافعة لحقوق الإنسان، ومنهم السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية. وقالت رجوي في كلمتها الرئيسية في المؤتمر: للأسف لقد اختاروا غض الطرف عن هذه الجرائم. ووصفت السيدة رجوي مذبحة عام 1988 بأنها مثال واضح على الإبادة الجماعية، وأضافت: فتوى الخميني كانت مرسوما صريحا بإعدام كل المجاهدين الصامدين، هدف النظام يتجاوز بكثير إعدام عدة آلاف، إنه محو جيل وأيديولوجيات ورجال ونساء رفضوا التطرف الديني تحت غطاء الإسلام ودافعوا عن حرية الإنسان وكرامته. وأوضحت أن حشد ألف سجين من مجاهدي خلق عاصمة فريدة من نوعها لحركة الدعوة إلى العدالة والمقاومة التي تسعى لإسقاط النظام. وقالت السيدة رجوي: حقيقة أن مثل هذه المجموعة الكبيرة والقيمة من الشهود على جرائم النظام هم في صميم حركة ثورية تتحدث عن مجلدات، عن واقع اجتماعي هائل. على مدى السنوات 33 الماضية ساهموا باستمرار في حركة الدعوة إلى العدالة بروحهم العالية وحضورهم الفعال في النضال ضد الفاشية الدينية. وأشارت لذلك: فأن الحراك القوي الذي يسعى لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 قد خالف توقعات الخميني وخامنئي وشركائهم الذين أمروا بشنق آلاف وآلاف سجناء من قبل جلادين مثل إبراهيم رئيسي. وجددت السيدة رجوي في كلمتها